مساء الخير، اهلا بكم وبسمه امل جديده من بسمات الامل نقدمها لكم من العاصمه الثانيه الاسكندريه. لكم كل التحيه والتقدير مشاهدينا. انا بتوجه للجهات الامنيه والجهات المعنيه بكل الشكر والتقدير على الاستجابه الفوريه التي حدثت على ترام سبورتنج. كل الحب والتقدير ده للأمن والأمان، ودايما عشان كده بنقول إن الأمن والأمان مش حاجة بنلمسها أو سلعة بنتداولها، ولكن إحساس نشعر بيه عندما يكون هناك شكوى، هناك استجابة. الشكوى عشان الناس تبقى عارفة، كان في بعض من الشباب أمام النادي سبورتنج على محطة الترام، يعني نقدر نقول أطفال شوارع، نقدر نقول الجيل الثاني من أطفال الشوارع، والحقيقة كانوا بيروعوا الكثير من المارين. والجهات المعنية الحقيقة بشكرها جدا، وبنرجو بس المتابعة، لكن عندما يكون هناك شيء جميل وبسمة من بسمات الأمل فيجب أن نشكر الجميع، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكل الشكر والتحية والتقدير لكل الناس اللي بذلت جهد من أجل الأمن لكل المارين في هذه المنطقة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله مقسمة لجزئين، الجزء الثاني من هذه الحلقة ويمكن حديث الشارع المصري هو رغيف العيش. رغيف العيش ده شيء مهم جدا جدا لأولادنا، لنا، الأسر اللي أعدادها كبيرة، لكل الناس. ما فيش حد ما بياكلش عيش. احنا لما بنبتدي نعمل دايت وما ناكلش عيش بتبقى الحياة مش لطيفة قوي. فالنهاردة في قرار قاطع شامل بان اسعار الخبز يعني هيتم تخفيضها، بالاضافه ان هيكون في رقابه شديده جدا على جميع المخابز. يعني اكبر رغيف عيش هيبقى بجنيه وربع، بجنيه ونص، وده هيقوله لنا رئيس شعبه المخابز على الهواء مباشره في الجزء الثاني. اما الجزء الاول مشاهدينا، دايما بنقول ان وقود التنميه هم الشباب، او من غير شباب مش ممكن ابدا يكون في تنميه ولا يكون في حماس. وانا يعني من حظي السعيد ان عملت سنوات طويله في الجامعات المصريه والخاصه مع الشباب، بيدوك احساس وبيعلموك حاجات الناس بتتخيل هم بس اللي بيعلموا. لا لا لا، احنا كمان بنتعلم منهم الكثير، لان تحديات الدنيا بيهم ومعاهم صعبه. على جيلنا احنا ما كانش فيه كل هذه التحديات. ولما بيلاقوا كيان، لما بيلاقوا قدوة، لما بيلاقوا مثل، شباب مصر جمال. مش كل الشباب أبطال الفيسبوك اللي بيشتموا هم دول شباب مصر أبدا. على فكرة مصر النسبة الغالبة من سكانها هم الشباب، فيجب أن يكون هناك اهتمام بيهم. وبالفعل وزارة الشباب والرياضة عملت اهتمام أكثر من رائع في محافظة البحيرة، وكانت الشرارة الأولى اللي إن شاء الله تنتقل لمحافظات أخرى هي البحيرة. الحقيقة معايا النهاردة اتحاد شباب البحيرة. البحيرة لها في القلب الكثير والكثير، هي موطن أبي الأساسي، وأنا بفخر جدا إن أنا بنت حشيسة. وكمان الناس كتير جدا يتخيلوا إن ما يقولوا لحد أنت فلاح إن دي شتيمة، أبدا، ده فخر، دي كبرياء، دي عزة. طبعا فلاحة، وهو في اللي مالوش جذور مالوش فروع، اللي مش فلاح ما طب هو هيبقى صعيدي هيبقى، إنما اللي له جذور ده الجذور دايما بتشده للأصول. النهاردة الحقيقة معايا على الهواء مباشرة الأستاذة عبير محمد الجيار، نائب رئيس المكتب الإعلامي لاتحاد شباب البحيرة. أهلا وسهلا بيكي، نورتيني. الأستاذة شيماء محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لاتحاد شباب البحيرة، والأستاذ بهاء السعيد محمد، رئيس المكتب الإعلامي لاتحاد شباب البحيرة. أهلا بيكم، نورتونا. أهلي وناسي في محافظة البحيرة، نورتونا. أستاذة عبير، نبتدي منين الحكاية؟ حكاية الاتحاد ومين صاحب الفكرة وعملتوا ايه علشان يبقى كيان يبقى له تواجد في المجتمع البحراوي؟ احنا اتحاد شباب البحيرة بيتبع وزارة الشباب والرياضة. ثلاث ارباع الوقود بتاع الاتحاد هم الشباب، طبعا حوالي 70-75% من سن 18 ل 35 سنة. هو اعتماد الاتحاد كليا على الجهود الذاتية وعلى مجهود الشباب. الفكرة كلها ان احنا عايزين الشباب ده يتدرب
فيكون واعي فيقدر يواجه ما هو قادم. ما هو انا مش هقدر اجيب شاب واحطه في مشكله من غير انا ما وعي للمشاكل المحيطه بينا، وخصوصا في مصر، ان مصر مستهدفه، مصر قلب الوطن العربي، مصر قلب ثلاث قارات العالم، مصر مستهدفه من الخارج. فعشان ابني شباب يواجه عنده وعي لازم ادربه عشان اقدر في المستقبل امكنه للقياده. بناء على توجيهات السيد الرئيس كل القطاعات القيادات فيها شباب، فعشان اقدر امكن شاب او امكن شباب من القياده لازم ادربه، وعشان ادربه لازم يكون واعي، وعشان يكون واعي لازم احنا نعرفه قيمه مصر، قيمه ارضنا، ازاي ندافع عنها وانمي فكره. ده كان الهدف الاول لاتحاد شباب البحيره. شيماء، كيف تم اختياركم انتم كاتحاد؟ ايه الفكره اللي جمعتكم ومين صاحب المبادره؟ والبحيره ما هيش كفر الدوار، البحيره مراكز عده كبيره وهي من اكبر محافظات 16 مركز تقريبا بالظبط، هي بتمتد من اطراف مطروح تصل الى الجيزه، لان كده وكده وكده ثلاث مجتمعات بدوي وريفي وحضري في محافظه البحيره. فاتجمعتوا ازاي؟ في البداية بحب أرحب بحضرتك جدا، حقيقة أنا مش عارفة من أي باب ثناء أشكر حضرتك وبأي بيت شعر سأعبر عن مدى سعادتي بوجودي معاك النهاردة الإعلامية الجميلة أمل صبحي. اتحاد شباب البحيرة هو كيان وزاري يعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، هو كيان الرجل الواحد. اتحاد شباب البحيرة متعارف عنه اللي هو ليس حكرا على أحد، اتحاد يعني الجميع، يعني أكتر من مركز. اتحاد شباب البحيره بقياده وبتوجيهات طبعا المهندس رجب العيوني قدرنا ان احنا جزء مننا يتاهل، جزء من الشباب يتمكن، جزء من الشباب ما كانش عارف ازاي يخدم بلده، احنا قدرنا نقول له انت محتاج ان انت تشتغل على نفسك، طب ايه اللي ناقصك؟ فمن هنا بدا ان احنا نحتضن الشباب، نعرفهم ان في مسؤوليه. ففكره ان الشباب يتجمع لانه حاسس ان هو على قدر من المسؤوليه، في شباب عندها انتماء كبير بس مش عارفه ازاي تتوجه فين بالظبط، فين الكيان اللي ينتموا ليه، وفي ناس كتير جدا من الشباب مش عاجبها اي حاجه بالظبط. فلما يكون في كيان خدمي توعوي له ملوش اي انتماءات حزبيه ولا له علاقه باي حاجه هيبقى اكثر سعاده يعني. وكمان كانت اتحاد شباب البحيره اللي احب اكد عليه ان اكاد اجزم ان هو الكيان الاول للشباب اللي بيدعم ومؤمن جدا بفكر الشباب، وعنده الشباب اولا، يعني الشباب والابداع وافكارنا تنفذ على ارض الواقع وملموسه. ده غير ان احتياج المواطن، احنا بنلامس احتياج المواطن زي ما حضرتك قلتي، وكمان بنقدم مساعدات. قيادات طبيعيه لما طالعه من مراكز متعدده، انتم قيادات مستقبليه طبيعيه من نبت الارض، مش باراشوت جاي يعني. بنلامس الواقع احنا كمان من غير ان احنا بنلامس الواقع احنا بنعرف هو المواطن محتاج ايه، بنقدر نقدم مساعده في ايه بقدر الامكانيات، وفعلا بنحاول نوفر ده طبعا بمساعده وتوجيه مهندس رجب العيوني ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وداعم الشباب الاول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالاتحاد بيمكن الشباب، بالفعل بيمكن الشباب. انا حد حضرت في الاكاديميه العسكريه للتدريب، حضرت دوره فرقت على المستوى العلمي والعملي في حياتي، دوره الاستراتيجيه الدراسات العليا لاستراتيجيه الامن القومي. حقيقي يعني انا كنت ممثله عن الاتحاد ونيابه عن رئيس الاتحاد، ولكن انا كنت راجعه مش معايا شهاده، انا راجعه بفكر جديد، انا راجعه عشان اقول للشباب في قدامك فرصه. ليه؟ انت بس محتاج تدي مش اكتر، انت محتاج ان انت تدي وتبذل مجهود هتتشاف. بهاء، عرفني بنفسك اكتر، خريج ايه؟ انضميت من قد ايه؟ الكيان استقطبك ليه؟ مع ان احزاب كتير بتحب تستقطب للشباب يعني، ف يعني احكي لي اكتر عن شخصيتك، انت من انت؟ انا سعيد بتواجدي مع حضرتك النهارده، كلنا سعداء والله في البرنامج الجميل ده. يعني انا خليفه، يعني رئيس المكتب الاعلامي باتحاد شباب البحيره. خريج ايه اساسا؟ انا خريج تجاره جامعه دمنهور، كليه تجاره جامعه دمنهور. خلصت؟ بتشتغل ولا لسه؟ حاليا لا، حاليا بدرس دراسات عليا، ماجستير محاسبه ومراجعه، التخصص بتاعي يعني. يعني فكره الاستقطاب في اتحاد شباب البحيره يعني بتبقى عن طريق الترشح للعضويه للاتحاد، عن طريق لجنه الموارد البشريه في الاتحاد، او عن طريق الثقه الشخصيه المتبادله ما بين الشخص والشخص.
بمعنى مثلا انا شايف شخص كفء او ذو كفاءه، منتمي للاتحاد، فانت بتقول طب اكيد هو بتواصل مع الشخص ده اللي هو يعني اقدر امكنه في مكان معين في الاتحاد. يعني احنا بنستخدم منظومه الاتحاد عندنا التاهيل قبل التمكين، يعني بنأهل الشخص قبل ما يمكنوه في منصب قيادي في الاتحاد. وطبعا تأهيل الشباب ده يعني ليه دور مهم جدا يعني في بناء الوطن يعني. وطبعا فخامة السيد الرئيس طبعا اول يعني من وضع هذه الايه الاسس الجميله اللي هي استقطاب الشباب وتمكين الشباب في المجتمع المصري، بدايه من مؤتمر الشباب 2015 اللي كان في شرم الشيخ، مرورا حتى المؤتمرات الرئاسيه لمختلف الشباب في مختلف المحافظات بيحضروها. فتمكين الشباب ليه دور مهم جدا يعني. فانا بتوجه بالشكر طبعا من مكاني هذا لفخامه السيد الرئيس طبعا على دعمه الكبير لشباب مصر وشباب العالم. يعني لان منتديات شباب العالم مش بيحضرها شباب مصر بس، بيحضرها معظم شباب العالم. وبتوجه الشكر طبعا لمهندس رجب العيوني على تاسيسه هذا الكيان الكبير. استاذ عبير، هل يستفيد الكيان من كونكم اشخاص فاعلين؟ يعني حضرتك قبل هوا قلت لي ان عملك الاساسي هو التربيه الخاصه، فهل يستفيد الكيان والاتحاد بتخصصات مختلفه للشباب؟ اكيد طبعا، بس انا حاسه ان انا اللي استفدت اكتر. انا اخصائي تربيه خاصه ومدرب معتمد في الاتحاد العربي لتنميه الموارد البشريه، بس انا حسيت لما انا انضميت للاتحاد انا بقيت على ارض الواقع اكتر، خصوصا في الفتره الاخيره لما الاتحاد اهتم بزاوي الاحتياجات الخاصه وزاوي الهمم. ماذا انتم مقدمين لهذه الفئه في المجتمع؟ توعيه الاسره لاهميه الكنز اللي عندها. ممكن تكون اسره عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه موهوب في مجال من المجالات وهي لا تدرك. لو الاتحاد بيوعي بقى الفتره الاخيره، احنا عملنا احتفاليه قد التحدي، سمينا البطل اللي عندنا سفير التحدي عشان نحسس الاسره ان انت عندك كنز. الكنز ده لو احنا استخدمناه ووجهناه، احنا عندنا ابطال في الرياضه، يعني احنا عندنا بطل على مستوى البحيره قعيد عنده اعاقه في الحركه ومع ذلك بطل سباحه، بطل ذوي احتياجات مثلا فاقد بصر، بطل ذوي احتياجات اعاقه سمعيه. بتقدموا لهم ايه غير الدعم المعنوي للاسره او الدعم الفكري والتوعوي؟ ان احنا بنوجههم للمكان اللي هي تقدر، الام لو ما تقدرش يعني تتحمل الاهتمام بالطفل بنوجهه للمكان اللي يقدر يساعده، بنقدم المساعده على قدر المستطاع وبنهتم بالاسره ككفه. يعني اسره ذوي الاحتياجات ده فيها ام واب واطفال واخوات، بنوعي الام، بنهتم بالام، بنكرم الام عشان نعرفها ان المجهود اللي انت بتبذليه ده ما راحش هباء، انت عندك بطل لما هيظهر هيرفعك معاه، البطل ده نعمه، انت لو اهتميتي بيه انت هتستفادي والاسره هتستفاد. ما هو شعار يعني اللي انا شفته في مجال شغلي ان كان في اسر بتعتبر الطفل المعاق او ذوي الاحتياج بصمه او عار على الاسره. بالعكس، ده انا ممكن اخرج من الزهره الجميله دي او من البطل اللي عندي ده منحه ونعمه تستفيد بيها الاسره كلها. طيب خليني اسالك بقى، المتحدث الرسمي دايما في اي شيء بيقابل نقد ويقدم بعض المعلومات الكثيرة عن المكان اللي هو بيشتغل فيه، أكتر الحاجات اللي انتقدتوا فيها ككيان كاتحاد وكان ردودكم إيه؟ والمتحدث الرسمي هو أكتر حد يقارع الحجة بالحجة والقرينة بالقرينة، مش هيدافع وبس يعني. في الحقيقة أنا لو قلت لك إن إحنا كيان بدأنا بنجاح كبير، حقيقي إحنا بدأنا على أرض الواقع بنجاح كبير لدرجة إن هو كان مسمع جدا في البحيرة. إيه الكيان ده؟ مين صاحب فكرة الكيان ده؟ كان شغل الشاغل البحيرة يعرف مداخل الكيان ده إيه؟ كل اللي إحنا اشتغلنا عليه هي حاجة واحدة بس، أكيد قابلنا انتقادات، لكن الفكرة إحنا اشتغلنا اللي إحنا اتحاد، إحنا مش اسم بس. لا، احنا كنا اسم، وبالفعل ده اللي حركنا من جوايا ان احنا اي نقد يقابلنا قادرين احنا نواجهه، مش كأنا كمتحدث رسمي بس، لا بالعكس
انا كمتحدث رسمي والشباب اللي معايا، لانه شايف ان هو بيدعم. يعني انا مجرد ما هرد على النقد انا مش هلحق ارد على النقد، ليه؟ لان الشباب شاف دعم، شاف تمكين، شاف تأهيل، شاف ان هو مجرد ما هيدي هيلاقي، مش بس هيلاقي حاجه ماديه، لا طبعا ده هيلاقي معنوي، هيلاقي اللي هيدعمه ويشجعه ويحطه على اول طريق، واول طريق صح. احنا دايما بنشوف الصح بس ما بنبقاش عارفين طب ايه هناخد خطوه ازاي. فتخيلي ان احنا هنلاقي بقى حد بيقول لنا خد الخطوه، انا جنبك، انا بسندك، انا بدعمك، اظهر، انت متشاف، انت قد المسؤوليه. دلوقتي كان شباب صغير، انا حد خريج السنه اللي فاتت 2023، عارفه دلوقتي يعني في مسؤوليه، عندي انتماء. كان ممكن في سن يعني في سن شباب لسه مش عارفين ازاي يخدموا وطنهم، ازاي يقدموا له مساعده. قابلنا انتقادات كتير بس اثبتنا بجداره ان احنا قادرين على التحدي وقادرين على المواجهه. ما هو ده اللي انت بتشتغلي، لازم تنتقدي طبعا. ولما تنتقدي ما يبقاش انا بدافع للدفاع. ومن اساسيات العمل الاعلامي هو انا في حاجات ما ينفعش ارد عليها لان دي بتضيع وقتي خالص، يعني ما ردش. وفي حاجات على الجانب الاخر انا شايفه ان النقد نجاح مش فشل، بالعكس. معنى ان انا حد بينتقدني ان انا موجوده، ان انا موجوده، ان انا متشافه، ان انا مش صح وليا دور فعال. عايزة أسأل، هل لكم لجان نوعية؟ الشباب، المرأة، الأسرة، يعني ما هو إذا كنتوا أنتوا اتحاد شباب فيجب أن يكون لديكم كمان خبرات، لأن اللي ما عندوش قديم ما عندوش جديد، فيجب أن احنا نستفيد بمن سبقونا في مثل هذه الكيانات. هو فكرة الاتحاد مبنية أن احنا كتلة واحدة بنتحد مع بعض، يعني من اجل ايه؟ من اجل اقامه حياه كويسه نفيد بها المواطن ونفيد بها الوطن في نفس الوقت. يعني بدايه من رئيس الاتحاد، يعني في السلم الوظيفي زي ما بيقولوا كده، في العمل العام تحته مساعد رئيس الاتحاد القانوني، المكتب، الخدمات العامه، مكتب الصحه العامه، مكتب الاعمال الفنيه للشؤون المبتكره، مكاتب كتير جدا، مكتب التنفيذي، مكتب الامومه والطفوله. عندنا لجان زي لجنه التنظيم العليا، لجنه الاتش ار، لجنه التدريب. فاحنا بنحاولوا بقدر الامكان يكون في تكافؤ ما بين كل المكاتب، بنحاول بقدر الامكان يعني كل مكتب ينفذ فعاليه معينه. يعني احنا عندنا ان شاء الله يوم الخميس القادم فعاليه ذكرى ال 42 لاعياد تحرير سيناء ان شاء الله. عندنا فعاليه يوم 1 مايو القادم ان شاء الله، فعاليه عيد العمال ان شاء الله هيتم تكريم فيها عدد كبير جدا من العمال. عندنا يوم 6 مايو ان شاء الله فعاليه جميله جدا برضو، هتجمع كل الشباب زي كاسره مع بعضينا، اللي هي اعياد الربيع طبعا. فاحنا بنحاول قدر الامكان كل مكتب يطلع بفعاليه مميزه، كل مكتب يكون ليه دور مهم جدا في اننا يعني ايه نخرجه بصوره كويسه جدا. وهقول لحضرتك حاجه مهمه، دعم الاتحاد مش مقتصر على الشباب في الفئه العمريه اللي هي من 20 او فئه الكليات، لا، احنا دعم الشباب بيبدا من مرحله الخمس سنوات حتى يعني مرحله 40 سنه 50 سنه. يعني احنا مش في تقييد في موضوع المرحله العمريه، لا خالص. عندنا لجنه اسمها لجنه النشء، عندنا لجنه اسمها لجنه اعلام النشء، بتبدا من 5 سنوات حتى 18 سنه. بعد كده من 18 سنه فاعلى بيتم استقطاب الشباب طبعا وتمكينهم في بعض اللجان، في بعض المكاتب المختلفه. يعني دي الرؤيه، احنا بنحاول بقدر الامكان ناهل الشباب، علشان الدولة محتاجة صف تاني وصف تالت، يعني لبناء الدولة المصرية، لبناء يعني منظومة كبيرة جدا نقدروا نتقدموا بالدولة طبعا بجانب القيادة السياسية، عشان نقدر ندعم القيادة السياسية المصرية. احنا كشباب، الشباب دايما هم اللي بيشيلوا الوطن، يعني هم طيب. اللي طيب عايزاكم تقولوا لي احلامكم. يعني انا انتوا قلتوا خطتكم واللي انتوا بتعملوه، لكن اكيد في بعض الاشياء اللي بتبقى معطلة شوية لان انتوا تشتغلوا. احنا بنحلم طبعا ان احنا ننهض بالاسره المصريه، بالنسبه لمجال شغلي انا، ان احنا ننهض بالاسره المصريه، وكحلم الاتحاد ننهض بالشباب وبفكرهم، لان هدف الاتحاد هو الجيل اللي جاي،
اللي هيطلع يحمل المسؤوليه ينهض بمصرنا ينفذ القرارات اللي بتتخذها القيادات العليا. فعشان ينفذ قرارات بتتخذها القيادات العليا وينفذ حلمنا احنا لازم يكون شباب واعي. فبنحلم ان شبابنا نوصل له فكره ان انت كل ما تكون واعي اكتر كل ما تكون عارف حقوقك هتقدر تطالب بحقوقك. مش هدفنا ان يكون عندنا شباب فيسبوكي بياخد كل قراراته من الفيسبوك اي شائعات تنزل. انا عايزه شبابنا يتعلم يتاكد من اي شائعه بتنزل على الفيسبوك اتاكد من مصداقيتها. مش احنا مستهدفين، مصر مستهدفه، عايزين شباب واعي يكون عنده عقل يفكر اي شائعه يعني يسمعها او يشوفها. الميديا بقت كتير جدا، السوشيال ميديا مغطيه كل حاجه، احنا شبابنا كله قاعد ال24 ساعه على الفون. اللي انت بتشوفه ده مش كله صح 100% طبعا، اللي انت بتسمعه مش كله ده 99% اللي انت بتسمعه مش كله صح، اللي انت بتشوفه مش كله صح. فين فكرك انت؟ فين عقلك انت؟ فانا لما زي لجنه النشأ دي لما اخد طفل من 5-6 سنين ابدا كمان اوعيه، يبقى انا كمان بهتم بالطفل. يبقى هدف الاتحاد مش الطفل بس، حلمنا الطفل والشاب، وطبعا تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه تحت توجيهات فخامه السيد الرئيس. طبعا بنشكره على اهتمامه بالاسره المصريه وبالام وبالطفل وبالشاب، واحنا حلمنا ان احنا ننهض بالاسره المصريه كلها. طيب اخيرا يا استاذه عبير بقى قولي لي، استاذه شيماء، ايه هي احلامك كمتحدث اعلامي لهذا الكيان؟ انا بس كان نفسي اسالكم ماذا عن المشكلات المزمنه في المحافظات زي الطرق زي يعني المشكلات اليوميه اللي احنا كل يوم بتتعرض علينا زي المدارس زي مناهضة الدروس الخصوصية، ماذا أنتم فاعلين كشباب؟ مكتب الخدمات بينزل بنفسه يعني احنا عندنا اقرب حاجة كان في مشكلة في الكوميسيون الطبي اللي بيتعمل لذوي الاحتياجات الخاصة او المرضى في المستشفيات، نزلت من عندنا لجنة تحقيقات من مكتب الخدمات العامة تابعت سير العملية في مكتب الكوميسيون ده في المستشفيات. المستشفيات الرئيسية في دمنهور والفروع بتاعتها بتنزل لجنة من مكتب الخدمات تتابع سير هذه المكاتب. القرارات اللي حضرتك اعلنتي عنها، قرار الخبز واسعار السكر والجمعيات اللي بتقدم السلع للمواطن البحراوي، المتابعه معاها مستمره، وفي ارقام بيتم البلاغ لو في مخالفات. يعني قرار حضرتك بتاع الخبز ده ان شاء الله هيكون في لجنه هتتابع المخابز باذن الله متابعه يوميه لمعرفه تنفيذ القرار ولا لا. ان شاء الله. اتفضلي يا استاذه شيماء، احلامكم. احلامنا مش متوقفه على اننا نكون عايزين نحقق هدف معين في الاتحاد شخصي او في خدمه المجتمع. احلامنا واقفه ان احنا نبقى دايما مسموعين زي ما احنا دلوقتي متشافين. انا كان حلمي بالنسبه لي في اولى جامعه ان انا ابقى مسموع رايي، ان انا متشافه. ايه حلمي؟ ايه هدفي؟ انا دلوقتي بحلم كشيماء كمتحدث رسمي في الاتحاد ان يتوفر لنا دايما الفرصه اللي احنا نتكلم ونقول احنا محتاجين كذا، احنا محتاجين نتمكن اكتر في دورات كذا، محتاجين ورش عمل في كذا، محتاجين تاهيل في كذا. انا دلوقتي بيتاخذ برايي بيتعمل خطه وبتبقى مدروسه جدا من قيادات الاتحاد. طبعا فيه هيكله الاتحاد زي ما اشار ليها الاستاذ بهاء والاستاذ عبير، بيتم دراسه الموضوع جدا. كل ما هو متاح بيتم توفيره. هي دي احلامنا، ان احنا طول الوقت يبقى متوفر لنا الحاجه اللي احنا متاحه دايما متشافين. يكفي جدا ان انت طول الوقت ما هتتكلم وتقول رايك هتلاقي اللي هيسمعك. دي حلم، ده حلم يعني طول الوقت احنا بنتمنى ان هو يستمر. فطول ما في اتحاد شباب البحيره طول ما في حلم مستمر. اتفضلي بهاء. هو فكره الحلم، احنا يعني بنحلم ان الاتحاد مش يوصل للبحيره بس، لا لمختلف المحافظات 27 محافظه. طب هتغيره؟ اتحاد شباب اسكندريه؟ لا لا، هو الاتحاد هتغيروا الاسم؟ لا، احنا بنتكلم في مضمون مهم جدا. احنا بدأنا بالبحيره، عايزين نغطي كل المراكز 17. صعب هنغطي مراكز البحيره، لكن لما نيجي اسكندريه هيبقى لازم اتحاد شباب اسكندريه. هيكون في اليات تنفيذ ثانيه بقى او خطط مبتكره طبعا بالتعاون مع رئيس الاتحاد طبعا وباشرافه وبتعليمات رئيس الاتحاد، يعني انشاء حاجه ثانيه خاصه بالاسكندريه وكده. انما احنا بنتكلم دلوقتي هدفنا على المراكز، على مراكز البحيره. هدفنا يعني ان احنا نوصل لكل المراكز، وبالفعل يعني احنا بنحاول نوصل. يعني عملنا فعاليات كثيره جدا في المراكز المختلفه،
زي تل بارود ده مدينه كوم حماده زي دمنهور كفر الدوار ابو مطامير. فعاليات كتيره جدا يعني تجاوزنا يعني في 7 شهور اللي فاتوا تجاوزنا 115 فعاليه من شهر 7 اللي فات حتى وقتنا هذا 107 فعاليه وفعاليات يعني اتت بثمارها يعني زي احتفاليه ذكرى انتصارات اكتوبر يعني انتصارات ذكرى عيد تحرير سيناء القادم ان شاء الله هنعملوه احتفال بعيد العمال زي ما قلت لحضرتك برضو عيد شم نسيم عيد الربيع. احنا توغلنا اظن احنا نتوغل داخل الكرة احنا مش بس الموضوع مش مقتصر احنا مش بنتوغل المدينة. احنا بنتخ يعني بنتغلغل داخل الكرة بجد انما مش بنتوغل ابدا احنا وهدفنا هدفنا المواطن البحراوي يعني طبعا. احنا من اسبوع كان عندنا جمعه مسمينها جمعه الخير كنا بنحاول ندعم في اليوم ده نقدم كل ما يمكن تقديمه للأسرة المصرية لمحدودي الدخل لأهالينا الغير مستطيعين أهلينا. لأن إحنا منهم وفيهم طبعا بالظبط نورتوني نورتوني ومزيد من التوفيق وكل يوم بيكبر الحلم وكل يوم بيبقى طموحاتنا أكبر لكن الإرادة يجب أن تكون موجودة وأنا شايفاها موجودة وبحماسكم وبأدائكم الراقي الأكثر من رائع واختيارات كانت موفقة عشان كده سألتكم في الأول على أي أساس تم اختياركم لا بأمانة تم اختياركم بعناية فسعيدة بتواجدي معاكم ويا رب كده أنا اللي سعيدت جدا نورتوني وشرفتوني الخبز الخبز مشكلة وناس كتير جدا كانت تعول وتقولك ما فيش حاجة بتغلى ترخص طيب أهو رخص ها أمل جديد والعيش ده شيء مهم جداً